اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا ولقائنا النهارده مع شابات كره اليد النادي الاهلي مواليد 2006 واللي فازوا بكاس مصر هذا الموسم منذ ايام. برحب في البدايه بحارس مرمى الفريق جهاد وائل. اهلا بك يا جهاد. اهلا بحضرتك. منورانا. منور حضرتك. والف مبروك. الله يبارك فيك. وبنرحب بنجمه الخط الخلفي نوها ايهاب ونجمه الفريق. اهلا بك يا نوها. منورانا ومبروك. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا نوها بقى نتكلم بقى عن الماتشات. انت فاكره زي ما سالنا قبل كده يعني زمايلك واللي كانوا معانا، طبعا الماتشات انتوا لعبتوا الزمالك، لعبتوا سبورتنج، سموحه 6 اكتوبر صح؟ من وجهه نظرك انت بقى مين كان اصعب ماتش؟ هو كان 6 اكتوبر، يعني كان الماتش صعب جدا. كان ليه صعب؟ الفرقه كانت نازله حفظانه وبيطلعوا على اللعيبه المؤثرين في الهجوم مان، والدفاع بتاعهم كان مقفل جدا برضو. الهجوم بتاعهم يعني كان كويس، كانت فرقه كويسه ماشيه معانا جون بجون لحد اخر دقيقه في الشوط الاول. بس الحمد لله الشوط الثاني يعني عرفنا نفك الدنيا شويه. طب انت بتلعبي خط خلفي، انت اكتر واحده بتبقى حاسه بالدفاع، يعني دفاع الفرقه الثانيه هم اللي بيقابلوكي وبيخشوا على ايدك وانت بتشوطي، يعني شايفه 6 اكتوبر حتى هتكون بتبقى منافس لنا في الدوري ولا ممكن نلاقي سبورتنج سموحه خلاص خرجت من الدوري؟ لا، هو هي تبقى طبعا منافس قوي جدا لان هم ما شاء الله عندهم اجسام كويسه، فبيعرفوا يطلعوا يقابلوا اللعيبه اللي بتشوط من بعيد، وبيعرفوا يطلعوا يقابلوا برده اللعيبه اللي بتعدي، فدفاعهم ما شاء الله يعني كويس. كويس، انت حاسه بكده؟ يعني هيبقى الموضوع صعب شويه بس ان شاء الله يعني نقدر نتغلب. مفيش ماتش سهل. يعني كل دوره مجمعه تعتبر كاس، لان انت بتلعبي كل الفرق اللي انت لعبتها في الكاس، يعني الكاس يعتبر كل دوره مجمعه. هي تبقى ماتشات كلها ضرب نار بصراحه. يعني الله ينور عليك. طيب احلى ماتش على مستوى الشخصي انت بقى لعبتي ايه؟ لا، هو ماتشات كتير يعني مش هقدر افتكر حاجه، بس الموسم ده يعني كان ماتش مثلا، لا في الكاس، نقول في الكاس بس. مين بقى الماتشات يعني افكرك؟ الزمالك وسبورتنج وسموحه و6 اكتوبر، مين يعني احسن ماتش مثلا لعبتي؟ اكتر ماتش سموحه، يعني كان الدفاع مأزم شويه، يعني كانوا يطلعين عليا مان في الاول في الشوط الاول، بس بعد كده في الشوط الثاني يعني عرفت ازاي اقدر اعدي منه واقدر اشوط يعني كده. فاكره حطيتي كام جون؟ يعني شروق قالت لي حطيت 8 9 في يعني الماتش ده، 6 7 كده حاجه كده تقريبا. انتوا وشروق اللي يعني حطيت تقريبا نص السكور. الحمد لله كانت ماشيه كويس. الحمد لله كنت ماشيه كويس. طب جهاد اجي لك، يمكن انت على حراسه المرمى بيقولوا دايما في كره اليد الجون نص الفريق، الكلام ده صح؟ طبعا. طيب الكاس كان اصعب ماتش او اكتر ماتش حراسه المرمى توفق فيه ايه؟ والله يعني انا اتكلم عن نفسي يعني نفسك. لا يعني انا الحمد لله كنت بلعب باداء ثابت. الحمد لله، برافو يعني عليك. الحمد لله برافو. بس يعني كل الماتشات كنت مأديها بأداء. فاكره تصديتي كل ماتش تقريبا اللي كان بتشوفي السكاوتنج؟ بحب اشوف طبعا. ايوه برافو عليك. يعني الحمد لله بعمل نسبه كويسه يعني. يعني كام مثلا فاكره؟ مثلا بعمل مثلا نسبه 40% يعني. حلو جدا. مثلا حلو جدا جدا. الحمد لله يعني في توفيق. المرمى لما يبقى 10 كور بتشوط عليك تصدي 4 أو 5 دي نسبه عاليه. لا الحمد لله يعني. طيب فاكره في ماتشات اتصوب عليك او يعني ضربات جزاء كتير؟ ماتش ايه بقى؟ هي كل الماتشات يعني. لا اكتر ماتش لو تفتكري. اكتر ماتش وكان في يعني موفق قوي في صد ضربات الجزاء، لان هي دي اللي بتبين قوي الجول، لان بتشاط عليك. انا بحبها بصراحه يعني، انا بحب ضربات الجزاء. ده غريبه. برغم ان هي بيبقى 1-0 ما فيش دفاع. بالظبط، بس يعني بتبقى فيها يعني لعب بقى دماغ الجون، بيلعب بقى قدام اللعيب اللي هو فعلا يشغل دماغه عليه. طب انت بتحبي تطلعي خطوه قدام ولا تقفي على اللاين؟ انا جربت السيزون ده ان انا اقف على الخط، فلقيتها حسيت ان انا شايف الكره اكتر. تاخد وقت الكره. طب ايه ميزه بقى ان انت تقفي قدام تاخد خطوتين ثلاثه وتقفي تصدي، او تقفي ورا اللاين؟ ايه الميزه بين دي ودي؟ ايه يعني اكيد قدام دي ليها ميزه برضو. طبعا. ايه بقى اللي بقف برضو قدام؟ طب ايه ميزه قدام؟ هي ميزه قدام ان انا مثلا بقفل الكوره اكتر، ولو الكوره سريعه مش هلحق اشوفها لو ورا يعني. فلازم اطلع اقفل بقى قدام. يعني انت شايفه ان دي، طب انت بتحددي مين انت اللي بتحددي تقفي قدام ولا ورا ولا مدرب؟ لا يعني طبعا بيبقى في تعاون بيني وبين المدرب. كابتن ندى مدربة حراس. بس يعني في الاخر برضو بتسيب القرار معايا على حسب بقى انا يعني دماغي شايفه ايه او كده. طب مين بقى من الاجوان في مصر على مستوى الرجال ومستوى السيدات شايفاهم مثل اعلى ليك تحب لعبهم تحب تشوفيه في حراسه المرمى؟ ممكن اقول بره. اقول بره. انا بحب ساندرا توفت، دي حارس الدنمارك. الدنمارك دي لعبت كاس العالم اللي فات ده صح ولا؟ كانت جامده. لا هي ما شاء الله. بتحبيها؟ بحب اتفرج عليها. طب ايه اللي بيميز؟ هل رد فعلها سريع؟ هل حاجه يعني ايه اللي شايفه؟ طبعا يعني سرعه رد فعل، كمان برضو بتلعب مع لعيب جامد يعني. دماغها حلوه. انت في سنه كام؟ انا في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي. انت عايز تخش هندسه؟ لا طيب ان شاء الله. طب ما هو بص بيبان على طول. بيبان اللي عايز يعني. انت ما شاء الله تفكيرك منظم، فانت هتخش كلها عمليه يعني بيبان. وانا بحاول اللاعبين واللاعبات ببقى عارف وهو لسه صغير كده هو عايز يروح فين.
اللي عايش كلها عمليه باين، اللي هو عايز كليه نظريه يعني بيبقى أيوه. باين. فانت عايزه طب ان شاء الله. طب ليه كده؟ انت كده هتبقى قد التحدي ده. ان شاء الله يعني ربنا يكرم، بس ان مجموع شاء الله كويس ربنا باذن الله. يكرمك وتجيك مجموع. انت برضو نفس الكلام، انت في سنه كام؟ انا اجي بس انا جريد 11 يعني قربت اخلص. انت جريد 11، انت كده بريتش صح؟ ولا امريكان؟ لا بريتش. بريتش جريد 11. صعب. هو صعب قوي فعلا. هو جريد 11 ده هو 10 مهم و11. لا 12 تبقى راحه. 10 هو كان اصعب حاجه الحمد عملت لله. عملتي فيه ايه؟ لا ستار الحمد كله؟ لله الحمد لله. ستار؟ الحمد لله. ما شاء الله. ناوي تخش ايه برضه؟ عملي برضه؟ ان شاء طب الله. برضه؟ ان شاء الله ان شاء يا الله رب. خير. طيب هو انت بالنسبه لك السنه دي مهمه؟ مهمه مهمه اكاديميك جدا. ومهمه جدا رياضه. يعني مفترق طرق. لعبتي منتخبات؟ يعني انا الحمد لله من اول المنتخب 2004 اتجمع وانا يعني كنت موجوده على طول. رحت معاهم؟ لا يعني ربنا لسه ما كرمش في بطوله، بس يعني ان بس شاء الله موجوده يعني. كل تجميع انت معاهم؟ بس دي حاجه كويسه، انت مع منتخب اكبر منك يعني. سنتين. الحمد كل لله. كل ما طب بيلعبوك هناك ايه؟ خط خلفي كله عادي. برضو؟ خدت خلف. سنتر هاف او باك ليفت او باك رايت، اي حاجه من دول؟ طيب شايفه يعني منتخب مصر السيدات دلوقتي بدا يتجمع اهو، وراح افريقيا ما توفقش وجاب سابع بس ولا حاجه، احنا لسه في لسه الاول. البدايه يعني. برافو عليكي. شايفه ان منتخب مصر لو خد الاعداد اللي بياخده الرجال ممكن يعمل حاجه يا نهى؟ طبعا يعني هو بس احنا محتاجين فرصه بس زي اللي هم خدوها يعني. يعني انا شايفه ان هو كمان سنتين مثلا احنا هنبقى في حته تانية. احنا في ناس تحت خامات يعني مش طبيعيه بجد. يعني انا بتفرج على اللي تحت وبتفرج على اللي فوق. احنا تحت قصدك ايه؟ تحت اللي هو تحت اصغر مننا. اصغر منك. برافو عليك. 2008 يعني و2009 وكده اللعيبه كويسه جدا فعلا. بس والجيل بتاعنا برضو فيه ناس كويسه قوي. 2004 جيل قوي جدا. فيعني البيز حلو قوي ان هو يبقى فيه قدام منتخب مش طبيعي يعني. يعني شايفه ان احنا عندنا الكفاءات، واكيد طبعا. اللجنه برضو او الاتحاد شايف كده يعني، ما كانش هيعمل دعم كده بالرغم ان بطوله افريقيا خلصت، وقف الدوري والناس راحت تلعب او الفريق راح يلعب مع او بس محتاجين نجمع مع بعض كتير اكتر كتير، بنلعب ماتشات احتكاك كتير طبعا. يعني. كويس ان هم رايحين انجولا بيلعبوها ماتشين اهو في انجولا اخر الشهر يوم 26 باين ويوم 4 مارس، فدي حاجه كويسه جدا. ان شاء الله تبقى معاهم قريب، لان ان شاء خلاص الله. انت يعني دلوقتي 16 17 سنه 17 سنه، فقريب تبقى معاهم ان شاء الله. نفس الكلام معاك يا جهاد. شايفه ان احنا يعني منتخب مصر ممكن يعمل حاجه مع المنتخبات الكبيره بقى ونطلع اوروبا زي الرجال كده؟ طبعا. لا ما نقلش حاجه بصراحه. انا شايفه يعني محتاجين طبعا شغل اكتر بدني طبعا، ده الالف في يعني. اساسي. بس واحتكاك احتكاك كتير صح ماتشات. طب جهاد بتلعبي مع المنتخبات؟ طلعتي مع منتخب 2004؟ الحمد لله. سافرت معاهم ولا؟ سافرت. طب كويس. شاركت يعني ما في شاء الله كذا يعني بطوله الحمد لله يعني. كذا بطوله معاهم. يعني هم بيعتمدوا عليك في حراسه المرمى كمان، بس الحمد. بس هم بيتعاملوا مع اكبر منك، كرتهم بتبقى اسرع من سنك. طبعا. خلي بالك من دي يعني. كرتهم بتبقى اسرع لان انت بتلعبي مع الاكبر منك بسنتين، ده الشهر بيفرق. ما بالك ما شاء الله الله اكبر، واضح ان انت يعني الحمد حارس لله. مرمى حدوته. طيب قولي لي يعني يومك اللي بتقضيه، انت اول بتتمرنوا في فريق نصر صح؟ بتتمرنوا في فريق نصر. طب احكي لي يومك كده بتقضيه ازاي؟ يعني انا يمكن ما سالت الشروق ولا سالت مزن عن يومهم، بس هسالكم بقى، انت يومكم بتصحوا من النوم الساعه كام؟ بتروحوا المدرسه؟ ما بتروحوش؟ بتاخدوا حاجاتكم اونلاين؟ بتروحوا التمرين الساعه كام؟ كلميني عن يوم ليكي كده. والله انا ما بروحش المدرسه، دي اول حاجه. حلو. انا باخد دروس اونلاين كويس ثانويه عامه وبتاع، بس وبصحى من النوم. ده وقت برضه يعني بيبقى في وقت بتقعديه في البيت بتاخدي فيه الدروس اونلاين دي صح؟ طيب. بس طبعا ما بيبقاش فيه، في الاغلب ما بيبقاش فيه وقت عشان تجمعات المنتخب. تمام. فبضطر بقى انظم وقتي. ما اعرفش رحت التمرينه دي الصبح، بعد التمرينه هفطر واروح اذاكر اخد الاونلاين ده يعني. بيبقى فيها تنظيم وقت كبير وقت يعني. بالظبط. اللي بينظم لك وقتك بامانه انت ولا بابا وماما؟ لا طبعا يعني انا شويه. أيوة. بابايا ومامتي شويه، واخويا بصراحه برضو هو بيعمل لي جدول مثلا. اخويا الكبير كان بيلعب ياد هاند بول؟ كان بيلعب وبطل. وبطل. هو اكبر منك بقد ايه؟ اكبر مني بثلاث سنين ما شاء الله. فهو بقى بيديني من خبراته يعني. بعض. انتوا اخين بس ولد و؟ لا عندي اخين اصغر منك، واحد اكبر مني وواحد اصغر مني. يعني انتوا ثلاثه؟ انا ثلاثه. انت البنوته الوحيده. الكل طبعا بيديكي خبرتك. خبرته يعني. بالظبط. اخوكي الكبير واخوكي الصغير بقى طبعا بيديكي برضه خبرته، فكله بقى شايفين انت البنوته الوحيده الدلوعه الوحيده. بالظبط طبعا دلوعه طبعا. طيب انت المسافه من البيت للنادي كبيره؟ المسافه كبيره. يعني مين في العادي بتروح؟ بتروح لوحدك ولا بابا بيوصلك؟ لا يعني بابايا ربنا يديله الصحه هو دايما بيوديني بتاع كده. بيقعد يتفرج؟ ده الجو تلج هناك. والله يا نفخ. انا عايز اقول لك ده جو رصاص اللي بيقعد يعني. بص انت بتتمرني مش حاسه. هتلاقي بابا دايما عظمه بيوجعه. طبعا. اهلي مدينه نصر في اللوكيشن بتاعه كان متاخد بعنايه. لا فعلا. في الصيف جنه وفي الشتاء تلج.
نفس الكلام برضه يعني بيبقى باباكي يعني الله يكون في عونه في قعده التمرين. طب نهى نفس الكلام يعني احكي لي على يومك كده، خاصه ان انت برضه بتدرسي شهاده يعني صعبه. والله يعني هو السنه اللي فاتت كانت الدنيا صعبه، كنت بروح المدرسه من الساعه 7 مثلا، اخلص الساعه 5. بروح التمرين بسرعه. بس بتروح مدرسه كل يوم؟ كنت بروح تقريبا كل يوم فعلا. طب السنه دي بتروح مدرسه ولا برضه؟ لا بروح فيه؟ بروح بس مش كل يوم، يوم لان في على حسب السيشنز بتاعتك. تبقى المواعيد متاخره شويه يعني. بس فالموضوع السنه دي فيه فليكسيبيليتي اكتر. بس يعني ودروس باخدها اونلاين لما بيبقى مش فاضي ان انا ابقى في معسكر برضه بحضرها اونلاين. بس لو بقى في معسكر ايه بقى؟ معسكر مع المنتخب ولا النادي؟ يعني النادي ممكن يدخلكم معسكر؟ طبعا ممكن لو في دورات مجمعه. ممكن طبعا يعني معسكرات المنتخب على طول بيبقى عندنا تمرين الصبح. فين بقى؟ في المعادي بتقعدوا؟ بيبقى عندنا تمرين الصبح، بعد كده انا بنام وبصحى بيبقى عندنا تمرين بعد الظهر. يعني بتغدى وبعد كده بذاكر ما بين الفتره دي ودي، وبعد كده بعد التمرين اللي هو بتاع بعد الظهر بذاكر تاني بس وبنام بقى. طب مين اللي بينظم لك وقتك بامانه؟ يعني انا شويه وماما برضو بتساعدني في الموضوع ده قوي، يعني اللي هو بتقعد تقول لي انت عندك حصه الساعه كذا لازم تحضريها، بتفكرني على طول بالحاجات دي، فيعني احب اشكرها والله يعني على اللي هي بتعمله معايا. اكيد. طب انا انت عارفه ان الشخص الناجح هو عباره عن ترتيب الاولويات، هي كده يعني الشخص عشان ينجح لازم يكون عنده ترتيب للاولويات. البني ادم بيتعلمها وهو صغير، عشان كده انا بسألكم مين منظمكم وقتكم؟ ليه؟ لان تنظيم الوقت ده هو اساس الشخصيه الناجحه، انه بيحط اولويات. النهارده هنهدي للاكاديميك شويه عشان يعلى واخد شويه من الرياضه، بعد كده لا اكاديميك خلاص عندي اوف اعلى بالرياضه. تنظيم الاولويات ده بيبقى مبدا لحياته كله. طيب يعني قبل ما اروح فاصل كده برضو انا سالت يعني كمثل اعلى، يعني انت مين مثلك الاعلى؟ هي نورا مورك، هي بره مصر. بره مصر بتلعب فين؟ النرويج. النرويج. انت بتختاري الدول يعني انت مختارين الدول هي شوله هي بتلعب بايديها الشمال بس هي كباك هي تحبي لعبها مش طبيعيه. تحبي لعبها كويسه ان شاء الله تبقى احسن منها باذن الله. ان شاء الله كاس عالم وتكسري الدنيا ان شاء الله. نهى انا بشكرك، نورتيني وشرفتيني واتمنى لك كل التوفيق. جهاد بشكرك، نورتيني وشرفتيني. انا كنت عايز اقول حاجه يا باشمهندس. طبعا طبعا بشكر كل المدربين اللي مرنوني، يعني بشكرهم واحد واحد عشان ما انساش حد يعني. وبشكر طبعا اهلي، والدي ووالدتي. والدتي طبعا يعني دعم كبير ليا، ووالدي نفس الكلام، اخواتي، جدي طبعا وده مثلي الاعلى برضو في الحياه يعني بقسم منه حاجات كتير، وجدتي، العيله كلها يعني. كله كده بقى تمام. شكرا. واحنا بنشكرهم عشان طلعوا لنا بطل. ربنا يخليك. انت مش عايز تشكري حد؟ عايز اشكر طبعا المدربين كلهم وعلى راسهم كابتن احمد حسن، يعني ان هو بيدعمني نفسيا جدا، وكابتن سامح طبعا بجد يعني هو بمثابه اب لينا بجد في الهاند بول، وكابتن بديع اخر حاجه بجد هي في البدني بصراحه يعني ما شاء الله عليها، هي عامله معانا شغل حلو قوي. ربنا يكرمكم انتوا يعني ما شاء الله عليكم وربنا يوفقكم يا رب. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هنستقبل كابتن سامح ونكمل كلامنا عن هذا الفريق اللي هو نواه كره اليد في النادي الاهلي، ولكن بعد سنتين ثلاثه بس بعد الفاصل. شكرا.